انت يا بنت انت اخر مره شوفك بتلعبي مع بنتي ولا تمسكي لعبه، انت فاهمه؟ انت اخرك كده بوابه تتنصي تمسحي سيالك، ما تلعبيش مع عيالنا. انا يا طنط؟ ايوه انت. طب والله يا طنط زي بتقولي، والله لو ما لعبتيش معايا هقول لماما، هقول لماما ان انت ما تلعبيش معايا وخليها تزعقلي. انت بلعب معاها والله. انت كدابه، وانا هلعب مع المناظر دي؟ انت بنت بواب هلعب معاكي انت؟ انا بنتي ما بتكدبش عليا، وانا اللي بشوفك بتلزقي في كل العيال بتاعت العمارة عشان تلعبي معايا. انا اسف والله، معلش. يمها شويه، في ايه مالها دي؟ جبت لنا الكلام يا امنيه، قلت لك ما تلعبيش مع حد. والله انا مش هسيبك. صح خدت ايه يا ندى؟ تعالي بيمسك لعب بنتي وبتلعب معاه، وانا خايفه من الجرب والقرف. لا لا انا ما بتكلمش معاهم كده، لا لا ست هاني الكلام هيمشي. بوابه هنا تقول حاضر ونعم. هتأمرك ماشي. تعالى امسح العربيه يلا. ماشي هتأمرك ماشي. يلا ما تعكرش. انت يا قطاع عشك لو جايبه لنا الكلام ده انا هخلي يومك اسود. والله يا ابويا انت تطلب مني العب معاه. انا ما لعبتش معاه والله، انت تطلب مني. طب يلا خش خش تكنس. تكنس يومك مش هيعدي النهارده. ايوه يا فندم. بابا الشحنه هتكون عندك في ميعادها باذن الله. بابا استنى بنت. نعم يا حنين. انا رايح العب بالعجله هنا. طب روح يا حنين بس خليك الا تقعي بس. حاضر ماشي. ايوه يا فندم. جبت لنا الكلام كده يا امنيه، ينفع يا امنيه؟ حرام والله العظيم يا امنيه اللي انت بتعمليه فينا ده يا امنيه. صباح الخير يا ام امنيه. صباح الخير يا مغاده. حبيبتي زعلانه كده ليه؟ ام حنين لسه مبهدلانا. ليه بس؟ امنيه بتلعب مع حنين. طب فيها ايه لما تلعب يعني مع حنين؟ قالت لي لا اللعب، وامنيه بنت بواب وبهدلتنا والله. لا لا الا الله. قولي لنا واحد، قولي لنا انا عند ربنا احسن منك. هي حنين بتلعب معاها والله. طب انت ليه ما قلتلهاش كده؟ ما قلتلهاش ليه ان بنتك كده؟ ما صدقتنيش، هي بنتي مش كذاب. معلش معلش، بعد كده غزل هي عندك، تعالي العبي مع غزل في اي وقت. شكرا. تعالي العبي فوق حتى مع بعضيك. ربنا يخليك. ما تزعليش معلش. والله وكمان بهدلتنا وقالت لي بس بس اهدي 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 بس اهدي. حاجات وانزل اجيبها لها من غير مقابل وترجعني بالحاجه خمس ست مرات. طب وليه؟ ليه؟ طب لا بعد كده قولي لا، بعد كده انا هكلمهم او هعلق كده ورقه في دخله العماره ممنوع ام امنيه تجيب طلبات لاي حد من العماره الا بمقابل هي تحدده. ولو حد عايز في الشهر انت اللي تحددي المقابل اللي انت هتاخديه في الشهر بكام. تيجي اجيب لها الحاجه تقولي لا مش عارفه. يا ستي احنا اتحاد جوزي ماسك اتحاد الملاك، ما تقلقيش من اي حاجه، انا هظبط لك الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. معلش ما تزعليش، وان شاء الله اللي انت عايزاه هعمله لك، ولو عايزه اي حاجه خليها تيجي تقعد معايا. انا خايفه بس تقطع عيشنا. لا يا حبيبتي ما تخافيش، احنا ماسكين اتحاد الملاك العماره ما تقلقيش، وانا اصلا هقفلك ما تخافيش، ما حدش يقدر يمشيك. ربنا يخليك. لو عايزه اي حاجه تعالي في اي وقت. ربنا يخليك ماشي. يا رب وخليك. وانت يا امنيه اي وقت تعالي العبي مع غزل. ماشي هستناك. وماشي ماشي يا امنيه. ما تزعليش. مش هتعملي زي طنط الثانيه وتزعلي. لا يا حبيبتي لا يا حبيبتي، انت وغزل واحد، انت وغزل واحد يا حبيبتي. ماشي مع السلامه. ما تزعليش يا امنيه. باي يا منى. بقول لك ايه يا اما؟ شايف البت اللي راكبه على العجله دي الحمراء؟ ايوه شايفاها. بقول لك ايه؟ لا خدي النضاره. تلبسي النضاره، الشغل بتاعنا انت فاهمه الدنيا هتعملي ايه؟ انت المره دي بقى لا تعبت. اسمعي الكلام يا اما. تعبت ولا. انت احسن لايقه عليكي. هتقولي لها يا بنتي مش شايفه والشغلتين دول وابني سابني مش شايفه، واصلني اول شارع 13 وانا استناك هناك اخدها منك بالعربيه. ماشي. عرفتي يا امي؟ خلاص. بص يا اما. نعم انا هقول لها توصلك. ماشي ماشي. واستنيك هناك على اول الشارع. خلاص فاهمه. ماشي. اوعى تتلخبطي تعملي حاجه غلط يا امي. لا ماشي. فهمتي الدنيا ايه؟ ماشي. انا هخليها توصلك. والله انا مستعجل وكده. ماشي. وهي توصلك. ماشي. ماشي حبيبتي. بقول لك ايه؟ نعم يا عم. معلش عارفه شارع 13؟ اه عارفاه. كان ممكن توصلي الحاجه، هي ما بتشوفش عشان مستعجل بس. طب ينفع بس اقول لبابا وديله العجله؟ لا يا حبيبتي ما تقولوش، ده دقيقتين بالظبط. لا يفرح قوي لما انت ترجعي البيت وتحكي له اللي هي ما بتشوفش وانت وصلتيها، يفرح بيكي قوي. سيبي العجله هنا، الدنيا امان. ماشي ماشي حبيب. عشان مستعجل بس. ماشي يا حبيبي، بس احط العجله. تعالي يا طنط. الحق
بابا في ايه؟ انا كنت بمسح العربيات، سمعت واحد وواحده بيقول لها البس النضاره دي، وقال لها شوفي البت دي هي كانت حنين وجوز اختفيها بقى. انت اختفوا حنين؟ اه يا بابا. يا نهار ابيض، انت تعالي معاك روحوا لي لابويا. تعالي منا احنا تهزقتنا ومسحت بكرامتنا الارض هي وامها. اسمع بس، اطلع حرام. لا مالناش دعوه. اسمع مني بس، اطلع له يا امها بقى حنين راجع. بص تعالي امنيه. طب تعالي وصليه لحد فوق. لا 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 بابا مش هيقدر. لا تعالي بس تعالي. لا 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 بابا هيزعقلي. تعالي. لا بابا هيزعقلي. ايه ده؟ تعالي يا حبيبي. تعالي تعالي الشابو تعالي. لا تعالي. لا انا عايز اروح لبابا. انا هوديك لبابا. تعالي. خد تعالي تعالي. في ايه؟ اختفوكي؟ لا تعالى 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 كده مش هسيبك. يا عم لا مين معاهم؟ ودي تعالى بس. انا مفاجأة يا حبايبي. انا منيتي معاك من المدرسة. اديني البابا. بابا في البيت؟ هو في البيت. تعالى اديني البابا. مش هديك البابا. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. بنت معاكي في المدرسة. انت فين؟ هي لا ده فين؟ هي انت فينك؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا بنت مالك يا حبيبتي؟ خلاص انت عملت بقى مالك يا حبيبتي؟ انت عملت فيها يا جدع؟ تعال سلم على النقطه. انا جبت مره والله. ربنا ساتر الحمد لله. والله العظيم ربنا ساتر الحمد لله. اقسم بالله بعمل حاجه ثانيه. بس ما تقولش ما تقولش. والله بعمل حاجه ثانيه. لا 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 سامحني يا بيه. اقسم بالله ما هسيبك الا بالنقطه. وحياتك يا يا ماما الجندلة بلعب بالعجل. في ايه تاني؟ تاني يا ام حنين برضه مع ام امنية؟ اسكتي يا آية كانت هتتخطف مني. لا ليه الا لو بعدين؟ امنية اللي شافت كل حاجة، امنية اللي تحكي. والله جدع يا امنية والله برافو عليكي. اصل انا كنت واقفة امسح العربيات فلقيت واحد وواحدة بيكلمها بيقول لها البسي النضارة دي واعملي على البت لابسة احمر اللي انت عامية. فلقيتها قالت البت انت عامية وخدتها ومشت. معرفش اللي حصل تاني. رحت جريت على بابا. وبعدين هو راح واحده بتقول لي تعالي وصليني يا عمو. بيقول لها ايه وصليني شارع 15 عشان عندي شغل. رحت وصلتها راح عمو ماسكني وعايز يدخلني جوه وبيقول لها افتحي لي الشقه. وبعدين ابو امنيه راح مسكني وضربه وراح واخده لابسك وانا وامنيه وروحنا. الحمد لله جت على قد كده. والله كتر خير يا ابو امنيه. شفتي اللي انتوا عاملين تشتموهم وتهزقوهم؟ هم اللي نفعوكم. لولاهم انتوا كدبتكم ضاعت. ربنا يخليكم. انا متاسفه والله. عشان تكوني فاهمه حاجه يا ام حنين، احنا كلنا واحد. لا في واحد بواب ولا في واحد مش بواب. احنا كلنا. وبعدين دول اسمهم حارس العمار، يعني هم لولاهم هم اللي حارسنا. ده هم مش بيناموا بالليل عشان يحرسوا. اعتذر لكم جدا والله. المفروض على فكره برضه ابو امنيه برضه تعتذروا له. وبجد يعني انتوا المفروض تقدموا له هديه او تديله على الاقل مكافاه نتيجه اللي هو عمله. اكيد طبعا. ربنا يخليكي. طبعا مش عايزين حاجه. لا يا امنيه تسال اكتر من كده يا امنيه. اه طبعا انتوا نقصتوا بيتي. يا عيله كان ايه اللي حصل لها؟ معلش الحمد لله اني رجعت بالسلامه. ندي ربنا. معلش الحمد لله. يلا بينا هو نطلع فوق. بس ايه دي؟ اقعدي اشربي شويه. تطلعوا فوق ترتاحوا شويه. يلا بينا. ماشي يلا. الحمد لله جت سليمة. والله انا مش عارف من غيرك يا محمود كنت عامل ايه. ربنا يخليك. ده مأمور القسم بيقول لي ده خد فيه 7 عيال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شكرا يا امنية. ربنا يخليك يا امنية. لا عفوا يا عم. ندى نزلي حنين يا ندى. حبيبي يلا. شكرا يا امنية. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا امنية. والله كان زمان بنتي مخطوفة يا امنية. لا يا عم والله. بس يا عمو هذا هي لما انا هي بتقول لي تعالي العب معايا لما اجي العب معاها بتقعد تشتكي مني. لا 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 انا بعد كده خليها تلعب معاك. والله والله طلعت تلعب. امنيه امنيه جدع. تاسفي لامنيه. طبعا انا اسفه قوي امنيه. لا يا حبيبي عايزه. شكرا جدا. بعد كده كل سبت وانت رايحه النادي امنيه تاخديها معاكي.
طبعا. تجيب لها الطقم انا بتاع النادي وكل سبت تروح معاك النادي. لو سمحت يا محمود امنيه ما اشوفهاش تمسح عربيات تاني ولا تسيق السلم ولا ملهاش دعوه بالزباله ولا اي حاجه. تذاكر ما عندهاش مذاكره تطلع تقعد مع حنين في البيت فوق. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يحفظك يا استاذ احمد. ولبس النادي هجيبه لك السبت الجاي. حنين ديت في عينيا ما تقلقش، خلي حد يبص لها وناكله والله العظيم اكله. قول يا محمود خدهم معايا. لا رب لا والله والله ما يحصل. لا والله ما يحصل. ماشي ربنا يبارك. دي حلاوه حنين رجعت. الله يخليك، ربنا يخليك. يلا حنين. وانت اي خدمه تحت امرك وانت عارف انا بعزك ازاي. ماشي يا محمود. خلي بالك من نفسك يا حنين عشان مش حد يعمل فيك تاني. حاضر بس علمني من الدرس ده. حاضر بس تعالي العودي العبي معايا ماشي؟ يلا روح لعم حنين. تعالي العب معايا. يلا ماشي.